بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. أعزائي التلاميذ، السنة الرابعة متوسطة، نواصل على بركة الله سلسلة تمارين وتطبيقات للفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية. إذن الحصة الخامسة حول تمارين وتطبيقات دافعة أرخميدس. إذن التمرين الأول، نص التمرين كالآتي: نعلق جسما صلبا آس بجهاز الربيع في الهواء، كتلته آم تساوي 600 جرام، وهو في حالة توازن كما هو موضح في الوثيقة رقم 1. إذن الوثيقة رقم 1 تبين جسم آس معلق بجهاز الربيع. إذن السؤال الأول، أحسب ثقل الجسم آس علما أن الجاذبية الأرضية جي تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. 2، أذكر القوى المؤثرة على الجسم آس ثم مثلها بأخذ مقياس الرسم. 6، نيوتن تقابلها 1 سنتيم. 3، نغمر هذا الجسم وهو معلق بالربيع في حوض به ماء، فتسجل الربيع القيمة 3.8 نيوتن كما هو مبين في الوثيقة 2. إذن نغمر الجسم آس كليا بحوض به ماء، فتشير الربيع إلى قيمة 3.8 نيوتن. ألف، ماذا تمثل هذه القيمة؟ 4، ألف، أحسب شدة دافعة أرخميدس في الماء. باء، استنتج ثقل الماء الذي يزيحه الجسم. 5، هل تتغير شدة دافعة أرخميدس عند استبدال الماء بالزيت؟ برر إجابته. إذن أعزائي التلاميذ، نحاول في حل التمرين على بركة الله. إذن بالنسبة للسؤال الأول، حساب ثقل الجسم. لحساب ثقل الجسم لدينا معطيات التمرين: كتلة الجسم تساوي 600 جرام، نحولها إلى الكيلوغرام 0.6 كيلوغرام، والجاذبية الأرضية تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذن بتطبيق العلاقة الثقل، إذن ثقل الجسم يساوي كتلة الجسم في الجاذبية الأرضية، أي P تساوي M في G. بتطبيق عددي معناه نعوض كتلة الجسم في القانون ونعوض قيمة الجاذبية الأرضية في القانون، ومنه P تساوي 0.6 كيلوغرام ضرب 10 نيوتن على الكيلوغرام، وتساوي 6 نيوتن. إذن ثقل الجسم يساوي 6 نيوتن. الآن نتطرق إلى السؤال الثاني، ألا وهو تحديد القوى المؤثرة على الجسم آس. إذن انطلاقا من الوثيقة 1، إذن الجسم آس يخضع لقوتين: القوة الأولى تأثير الخيط على الجسم آس، بعبارة أخرى قوة شد الخيط، ننمذجها ب T شعاع أو F شعاع F على آس. القوة الثانية التي يخضع لها الجسم آس هي قوة الثقل، ننمذجها بالرمز P شعاع. إذن الجسم آس يخضع لقوتين: القوة الأولى اللي هي قوة شد الخيط، القوة الثانية اللي هي قوة الثقل. إذن الآن نمر إلى تمثيل القوى المؤثرة على الجسم آس. لدينا ثقل الجسم يساوي 6 نيوتن،
وسلم الرسم المستعمل في التمرين 1 سنتيم تقابلها 6 نيوتن. إذن نمثل شعاع الثقل بشعاع طوله 1 سنتيمتر. إذن لتمثيل شعاع الثقل لدينا نقطة التأثير مركز ثقل الجملة الميكانيكية، اتجاهه دوما نحو مركز الأرض، طويلته 1 سنتيم، طويلته 1 سنتيم، ونكتب رمز الثقل بجانب السهم. بما أن الجسم آس في حالة توازن، فإننا نمثل شعاع قوة شد الخيط بنفس الطاولة. إذن نمثل شعاع قوة شد الخيط بطاولة قيمتها 1 سنتيمتر. إذن نقطة تأثيره هي نقطة تلامس الخيط مع الجسم آس، اتجاهه نحو الأعلى دوما، اتجاهه نحو الأعلى، ونكتب رمز القوة بجانب السهم اللي هي تي شعاع، ألا وهي قوة شد الخيط. الآن عندما غمرنا الجسم آس بحوض به ماء، أشارت الربيعة إلى القيمة 3.8 نيوتن. إذن ماذا تمثل هذه القيمة؟ إذن أعزائي التلاميذ، تمثل القيمة 3.8 نيوتن التي يشير إليها جهاز الربيعة في الوثيقة 2، معناها الربيعة أشارت إلى قيمة جديدة عندما غمرنا الجسم آس كليا في الماء. إذن تمثل هذه القيمة بالثقل الظاهري، أي PAP تساوي 3.8 نيوتن. هنا نذكر عزيز التلميذ ما هو الثقل الظاهري. إذن الثقل الظاهري هو ثقل الجسم بعد غمره في السائل. إذن نمر للسؤال الموالي، ألا وهو حساب شدة دافئة أرخميدس. إذن نذكر أعزائي التلاميذ كيفية حساب شدة دافئة أرخميدس. إذن لحساب شدة دافئة أرخميدس هناك 3 طرق. الطريقة الأولى، شدة دافئة أرخميدس تساوي الثقل الحقيقي ناقص الثقل الظاهري، معناه FA اللي هي شدة دافئة أرخميدس تساوي P اللي هو الثقل الحقيقي ناقص PAP اللي هو الثقل الظاهري. هذا فيما يخص الطريقة الأولى. ننتقل للطريقة الثانية لحساب شدة دافئة أرخميدس. إذن دافئة أرخميدس تساوي الكتلة الحجمية للسائل في حجم السائل المزاح في الجاذبية الأرضية، أي FA تساوي رو ليكيد اللي هي الكتلة الحجمية في V ليكيد اللي هي حجم السائل المزاح في الجاذبية الأرضية. الآن بتعويض الكتلة الحجمية للسائل في حجم السائل المزاح بكتلة السائل المزاح، نجد أن دافئة أرخميدس تساوي ثقل السائل المزاح، معناه FA تساوي P ليكيد، ومنه تساوي كتلة السائل المزاح في الجاذبية الأرضية. إذن في نص التمرين طلب منا حساب شدة دافئة أرخميدس. إذن لدينا في نص التمرين لدينا الثقل الحقيقي ولدينا الثقل الظاهري. إذن نطبق الطريقة الأولى. إذن دافئة أرخميدس تساوي الثقل الحقيقي ناقص الثقل الظاهري، معناها FA تساوي P ناقص P أبار. بالتعويض معناها بتطبيق
الآن بتعويض قيمة الثقل الحقيقي وقيمة الثقل الظاهري في القانون نجد إذن FA تساوي 6 نيوتن ناقص 3.8 نيوتن، ومنه دافعة أرخميدس تساوي 2.2 نيوتن. إذن باء، ننتقل للفرع باء، استنتاج ثقل الماء الذي يزيحه الجسم. نعلم أن دافعة أرخميدس هي نفسها ثقل السائل المزاح، أي FA تساوي بيليكيد. إذن FA هي دافعة أرخميدس، بيليكيد هي ثقل السائل المزاح، ومنه ثقل السائل المزاح يساوي 2.2 نيوتن. إذن نمر لسؤال الخامس. إذن طلب منا في السؤال الخامس عند استبدال الماء بالزيت هل تتغير دافعة أرخميدس؟ إذن نعم، تتغير شدة دافعة أرخميدس عند استبدال الماء بالزيت، لأن الكتلة الحجمية للسائل عامل مؤثر في دافعة أرخميدس، حيث FA تساوي رو ليكيد في في ليكيد في الجاذبية الأرضية اللي هي جي، بحيث تتناسب دافعة أرخميدس طرديا مع الكتلة الحجمية للسائل. معناه كلما زادت الكتلة الحجمية للسائل زادت معها شدة دافعة أرخميدس. إذن نذكر أعزائي التلاميذ بالعوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس. إذن العامل الأول اللي هو طبيعة السائل، أي الكتلة الحجمية للسائل، حيث كلما زادت الكتلة الحجمية للسائل زادت معها شدة دافعة أرخميدس، والعكس صحيح، أي كلما نقصت الكتلة الحجمية للسائل نقصت شدة دافعة أرخميدس. إذن ننتقل الآن للعامل الثاني المؤثر في شدة دافعة أرخميدس، ألا وهو حجم الجزء المغمور من الجسم أو حجم السائل المزاح. معناه كلما زاد حجم السائل المزاح زادت معه شدة دافعة أرخميدس، والعكس صحيح، وشكرا. إذا نواصل أعزائي التلاميذ في الحصة الخامسة التي تتعلق بحل تمارين وتطبيقات حول دافعة أرخميدس. إذا نص التمرين الثاني كالتالي: حقق التركيب التجريبي التالي بحيث نغمر الجسم آس بالتتابع في سوائل مختلفة كما هو مبين في الوثيقة 1. إذا أولا الجسم معلق في الهواء، إذا الرابعة عطتنا قيمة 1.30 نيوتن. الثاني جسم مغمور في الماء، الرابعة عطتنا قيمة 0.85 نيوتن، بينما في الزيت الرابعة عطتنا قيمة 0.90 نيوتن. إذن يعطى، إذن باعتبار أن الجسم مغمور في الماء والزيت، إذن تعطى الكتلة الحجمية للماء 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، بينما الكتلة الحجمية للزيت 880 كيلوغرام على المتر المكعب. أولا المطلوب رقم 1، احسب شدة دافعة أرخميدس في الماء ثم في الزيت. سؤال ثاني، بماذا تفسر الاختلاف في القيمة التي يشير إليها مؤشر الرابعة في كل من الماء والزيت؟ سؤال ثالث، ألف ما هو حجم السائل الذي يزيحه الجسم آس في كل سائل، يعني في الماء والزيت؟ باء استنتج حجم الجسم آس. ومن التلاميذ قراءة التمرين بتأني ففهم السؤال نصف الجواب. إذا نبدأ على بركة الله في حل التمرين. إذا نبدأ على بركة الله بالحل النموذجي. إذا مطلوب في السؤال الأول حساب شدة دافعة أرخميدس في
في الماء ثم في الزيت. إذن حتى تكون إجابة واضحة، من أفضل تنظيم الإجابة في جدول. إذن السائل باعتبار أن الجسم غمر في الماء ثم الزيت، قياس دافعة الخاميدس في السائل. إذن لحساب شدة دافعة الخاميدس، إذن نطبق العلاقة FA تساوي بي ناقص PA، حيث FA تمثل دافعة الخاميدس، بي الثقل أو الثقل الحقيقي أو الثقل عندما يكون الجسم معلق في الهواء، بينما PAP هي الثقل الظاهري عندما يكون الجسم مغمور في سائل. إذا نطبق العلاقة مباشرة، إذا FA باعتبار أن الثقل الحقيقي 1.3 نيوتن، وباعتبار أن الثقل الظاهري في الماء 0.85 نيوتن. إذا بتطبيق العلاقة 1.3 ناقص 0.85، إذا كنتيجة تعطينا FA تساوي 0.45 نيوتن. بنفس الطريقة نقوم بقياس دافعة الخاميدس في الزيت، نطبق نفس العلاقة FA تساوي بي ناقص PAP، دائما بي دائما بي ما يتغيرش، إذا باعتبار أن الثقل هو 1.3 نيوتن، PAP اللي هي الثقل الظاهري واللي هي اللي يمثل القيمة التي يعطيها لنا جهاز الضبيعة عندما يكون الجسم مغمور في سائل. إذا عندما غمر في الزيت وجدنا القيمة 0.9 نيوتن. إذا بالتطبيق العددي 1.3 ناقص 0.9 نيوتن، إذا تعطينا 0.4 نيوتن. إذا انطلاقا من السؤال الأول، نلاحظ اختلاف في قيمة دافعة الخاميدس المحسوبة في الماء والزيت. فمثلا في الماء وجدناها 0.45 نيوتن، بينما في الزيت وجدناها 0.7 نيوتن. إذا تفسير الاختلاف في القيمة التي يشير إليها مؤشر رابع في كل من الماء والزيت. إذا كإجابة على هذا السؤال لازم تكون عندنا فكرة عن العوامل المؤثرة في شدة دافعة الخاميدس. إذا نعلم سابقا بأن شدة دافعة الخاميدس تتعلق بالكتلة الحجمية للسائل بين قوسين طبيعة السائل، باعتبار أن FA تساوي رو ليكيد في V ليكيد في G، ونعلم أن FA تساوي P ناقص PAP، ومنه PAP يختلف باختلاف طبيعة السائل أو باختلاف الكتلة الحجمية للسائل. ننتقل إلى الفرع الموالي. إذن الفرع الموالي ألف، المطلوب ما هو حجم السائل الذي يزيحه الجسم آس في كل سائل؟ عندنا سائلين يوم الماء والزيت، المطلوب حساب حجم السائل في هذين السائلين. إذن دائما بتطبيق العلاقة، إذن في هذه الحالة نطبق القانون الثاني لحساب دافعة الخاميدس اللي هو FA يساوي رو ليكيد في V ليكيد في G، باعتبار أن المطلوب في هذا التمرين هو حساب حجم السائل. إذا V ليكيد تساوي FA على رو ليكيد في G. إذا بالتطبيق العددي، باعتبار أن FA في الماء الذي حسبناها في الفرع السابق وجدناها تساوي 0.45 نيوتن، رو ليكيد اللي هو رو الماء في هذه الحالة انطلاقا من المعطيات معطى 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، والجاذبية كذلك معطاة في التمرين قيمتها 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذا بتطبيق عددي نتحصل على حجم السائل في الماء أو حجم 70 في 10 أس ناقص 6 متر مكعب. إذا ويمكن تحويلها إلى سنتيمتر مكعب. في ليكيد يمكن تساوي 45 سنتيمتر مكعب، ولكن دائما الوحدة الدولية لحساب الحجم هي المتر المكعب. الآن ننتقل لقياس أو حساب حجم السائل المزاح في الزيت. إذا نطبق دائما نفس العلاقة، FA ماذا يساوي؟ تساوي رو ليكيد في V ليكيد في G، حيث FA كتذكير هي دافعة الخاميدس،
رونيكين الكتلة الحجمية للسائل، فيليكين حجم السائل، حجم السائل المزاح، بينما جي الجاذبية. إذن باعتبار أن المطلوب في التمرين هو حساب حجم السائل، إذن فيليكين انطلاقا من العلاقة الأولى تساوي نط اف أ على رونيكين في جي. إذن فيليكين تساوي نط اف أ انطلاقا من الفرع الأول للتمرين، حسبناها في الزيت وجدناها 0.4 نيوتن. رو ليكيد دائما انطلاقا من المعطيات، رو زيت معطات في التمرين، اذا تساوينا 880 كيلوغرام على المتر المكعب، بينما جي دائما معطات في التمرين قيمتها 10. اذا بالتطبيق العددي وبالحساب، اذا نجد في ليكيد تساوينا 45 في 10 اس ناقص 6 متر مكعب. الآن فرع ب، المطلوب استنتاج حجم الجسم S. إذا قبل البدء في حل هذا الفرع، كملاحظة مهمة، إذا عندما يكون الجسم مغمور كليا في سائل فإن حجمه يساوي حجم السائل المزاح، أي في ليكيد تساوينا في سوليد. إذا باعتبار أننا وجدنا VL هي 45 في 10 أس ناقص 6، إذا VS تساوينا 45 في 10 أس ناقص 6 متر مكعب. وشكرا. التمرين الثالث للحصة الخامسة التي تتناول أو تم التطرق فيها لحل تمارين حول دافعة الخميس. إذا نص التمرين الثالث كما يلي. إذا وجد أحمد جسم صلب S على قارعة الطريق كتلته 81 جرام. إذا ولتحديد طبيعة معدن الجسم أنجز التجربة فغمره في الماء كما هو موضح في الوثيقة الثالثة. إذا الجسم أولا مشدود بجهاز ربيع ومعلق في الهواء، بينما في الحالة الثانية الجسم مشدود بربيع ومغمور في الماء. إذا المطلوب في التمرين الثالث، إذا الأسئلة كالتالي. إذا السؤال الأول، المطلوب تحديد حجم الجسم S. السؤال الثاني، حساب شدة دافعة الخميدس. السؤال الثالث، إذا في الحالة اثنين يشير مؤشر الربيع إلى قيمة معينة، المطلوب هنا ماذا تمثل هذه القيمة، والمطلوب كذلك تحديد هذه القيمة. أربعة، إذا المطلوب كذلك تفسير سبب غوص الجسم S باستعمال طريقتين، يعني التفسير باستعمال دافعة الخميدس والتفسير باستعمال الكتلة الحجمية، سنتطرق إلى ذلك لاحقا إن شاء الله. خامسا، المطلوب استنتاج طبيعة معدن الجسم S. معطيات، إذا يعطى جي تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. كذلك الجدول المرافق، إذا الجدول المرافق إذا موجود فيه المادة والكتلة الحجمية. إذا الماء كتلته الحجمية 1 غرام على السنتيمتر المكعب. الحديد كتلته الحجمية 7.8 غرام على السنتيمتر المكعب. الألمنيوم كتلته الحجمية 2.7 غرام على السنتيمتر المكعب، بينما الذهب كتلته الحجمية 19.3 غرام على السنتيمتر المكعب. إذا دائما قبل ما نشرح في حل التمرين، إذا ننبه أعزائنا التلاميذ للقراءة الجيدة والمتأنية للتمرين. فالقراءة الجيدة للتمرين تمكنك من معرفة المعطيات والحل الجيد والصحيح إن شاء الله. إذا نبدأ على بركة الله، إذا في الحل النموذجي. إذا المطلوب في السؤال الأول تحديد حجم الجسم S. إذا هنا لحساب حجم الجسم S يمكن حسابه إذا انطلاقا من الشكل.
إذن باعتبار أن الجسم كان معلق في الهواء ثم غمر في الماء، إذن تحسب أو يحسب حجم الجسم S باستعمال العلاقة V تساوي V2 ناقص V1. وهذه الطريقة درسناها سابقا في السنة الأولى متوسط وتسمى طريقة الغمر. إذن حيث V2 في هذا الشكل، إذن هو الموجود في الحالة حجم المعطى في الحالة الثانية. إذن الحجم المعطى في الحالة الثانية هو 60، وباعتبار أن الإناء مدرج بالسنتيمتر مكعب، إذن V2 يساوينا 60 سنتيمتر مكعب، بينما V1 هو الحجم المعطى في الحالة الأولى، إذن اللي هو 30، وباعتبار أن الإناء مدرج بالسنتيمتر مكعب، إذن V1 تساوينا 30 سنتيمتر مكعب. إذن يتبقى التطبيق العددي المباشر، إذن V تساوينا 60 ناقص 30. إذن مباشرة حسابيا إذن نجد V تساوينا 30 سنتيمتر مكعب. إذن قبل نروح للفرع الثاني، إذن وجدنا الحجم 30 سنتيمتر مكعب. قبل ما نتوجه للسؤال الثاني من التمرين، يجب دائما مراعاة الوحدات. نذكر دائما أن الوحدة الدولية للحجم هي المتر المكعب، إذن ينبغي تحويل الحجم إلى المتر المكعب. كما أسلفنا الذكر سابقا، إذن للتحويل من السنتيمتر المكعب، إذن القيمة الموجودة هنا هي السنتيمتر المكعب، إذن لتحويلها إلى المتر المكعب دائما نضرب القيمة المعطاة في 10 أس ناقص 6. إذن في هذه الحالة، إذن V يساوينا 30 في 10 أس ناقص 6 متر مكعب. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. إذن المطلوب في السؤال الثاني حساب شدة دافعة أرخميدس. إذن لحساب شدة دافعة أرخميدس، إذن باعتبار إذن لحسابها يوجد عدة علاقات، إذا نذكر ببعض علاقات لحساب شدة دافعة أرخميدس. إذا يمكن حسابها بالعلاقة F A تساوي P ناقص P A P، أو F A تساوي رو ليكيد في V ليكيد في G. بالنسبة للعلاقة الأولى لا يمكن استعمالها في هذا التمرين باعتبار أن الثقل والثقل الظاهري غير موجود في معطيات التمرين. إذن الطريقة التي تساعدنا في حل هذا التمرين، إذن باستعمال العلاقة مباشرة F A تساوي رو ليكيد في V ليكيد في G. نذكر فقط بالمقادير، حيث F A نعيد التذكير لأعزائنا التلاميذ، إذن F A هي دافعة أرخميدس، بينما رو L هي الكتلة الحجمية للسائل. في هذه الحالة السائل الموجود في التمرين هو الماء، بينما V ليكيد هي حجم السائل المزاح، و G هي الجاذبية في مكان التجربة. إذن هنا بالنسبة لمعطيات التمرين، إذا رو ليكيد معطات باعتبار معطات في الجدول، G معطات كذلك، بينما V ليكيد غير موجودة. إذن دائما عندما يكون الجسم مغمور كليا في سائل، فإن حجم الجسم هو نفسه حجم السائل المزاح. إذن بعبارة أخرى، VS التي حسبناها في التمرين الأول هي نفسها V ليكيد، يعني حجم الجسم الصلب الذي حسبناه في الفرع الأول هو نفسه حجم السائل المزاح. بعبارة رياضية، VL هو نفسه VS ويساوي ناقص 30 في 10 أس ناقص 6 متر مكعب. قبل ما نروح للتطبيق العددي، إذا VL هي مكتوبة بالوحدة الدولية اللي هي المتر المكعب، G معطات اللي هي قيمته 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذا يتبقى ROL المعطى في الجدول، إذا ROL أعطي في الجدول 1 غرام على السنتيمتر مكعب.
نذكر دائما الوحدة جد أساسية في مثل هذه العمليات. إذا الرو أو الكتلة الحجمية دائما وحدتها الدولية هي الكيلوغرام على المتر المكعب، الكيلوغرام على المتر المكعب. في التمرين أعطي رو الماء بالجرام على السنتيمتر المكعب. إذا لتحويله إلى الوحدة الدولية اللي هي الكيلوغرام على المتر المكعب، إذا نضرب القيمة المعطاة اللي هي 1 في 1000 مباشرة، يعني على سبيل المثال أعطي لنا سائل آخر على سبيل المثال كتلته الحجمية 2.8 جرام على السنتيمتر المكعب، لتحويلها إلى الكيلوغرام على المتر المكعب إذا تضرب هذه القيمة في 1000. إذا هنا الآن يمكننا التعويض في العلاقة مباشرة. إذا Fa تساوي رو ليكيد في V ليكيد في G. إذا رو ليكيد بعد تحويلها تحصلنا عليها إلى الوحدة الدولية، تحصلنا على 1000 كيلوغرام على المتر المكعب. كذلك Va لازم تكون وحدتها بالمتر المكعب، وجدنا قيمتها سابقا اللي هي 30 × 10^6 متر مكعب، يتم تعويضها مباشرة. أما الجاذبية فأعطيت 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذا بتطبيق عددي مباشر نتحصل على قيمة Fa، وجدناها في هذا التمرين، إذا 0.3 نيوتن. الآن ننتقل إلى الفرع الموالي. إذا المطلوب في الفرع الموالي، إذا طلب منا ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الربيعة في الحالة 2. إذا الحالة 2 جسم مغمور في سائل، باعتبار أن الجسم مغمور في الماء أو سائل، إذا فالقيمة التي تعطيها أو يعطيها جهاز الربيعة في هذه الحالة هي الثقل الظاهري التي نسميها PAP. إذا القيمة التي يشير إليها الربيعة في الحالة 2 هي الثقل الظاهري. الآن لحساب الثقل الظاهري، إذا نستعمل العلاقة Fa تساوي لنا P ناقص PAP، حيث Fa هو دافعة أرخميدس، P الثقل، PAP الثقل الظاهر. إذا المطلوب هنا حساب قيمة الثقل الظاهر، إذا نحتاج أو نبحث عن قيمة PAP. إذا باستعمال الطرق الرياضية، إذا ناقص PAP نحولها إلى الطرف الآخر تصبح PAP، ونستنتج مباشرة من العلاقة الأولى أن PAP تساوي P ناقص Fa. إذا Fa حسبت سابقا في الفرع السابق ووجدناها 0.3 نيوتن. يتبقى لنا بحالة المعطيات لحساب PAP، إذا Fa موجودة حسبناها سابقا 0.3 نيوتن. يتبقى لنا حساب الثقل باعتبار أنه غير موجود في معطيات التمرين. إذا الثقل نذكر بالعلاقة الثقل، إذا الثقل يحسب بالعلاقة P يساوي M في G. M معطاة في التمرين، إذا هذه كتلة الجسم الصلب وأعطيت 1.81 جرام. إذا كذلك هنا مشكلة الوحدات، الكتلة دائما وحدتها الدولية هي الكيلوغرام. إذا في المعطيات أعطيت الكتلة بالجرام، إذا ينبغي تحويلها إلى الكيلوغرام. إذا لتحويل من الجرام إلى الكيلوغرام نقسم دائما القيمة المعطاة على 1000، إذا بقسمة 81 على 1000 نتحصل على قيمة الكتلة بالكيلوغرام وتساوي 0.081. والجاذبية معطاة التمرين به 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذا بتطبيق مباشر P تساوينا 0.081 في 10، إذا P تساوينا 0.81 نيوتن. ولا ننسى دائما كتابة الوحدات.
الآن نعود إلى حساب الثقل الظاهري. إذن باعتبار أن المعطيات كاملة، إذن يمكن التطبيق المباشر. إذن بي أ بي يساوي بي ناقص أم أ. إذن بي وجدناها 0.81 وإف أ 0.3 بتطبيق مباشر. بي أ بي يساوي 0.81 نيوتن ناقص 0.3. إذا مباشرة بي أ بي يساوي 0.51 نيوتن. إذن هذه هي طريقة حساب قيمة الثقل الظاهر. إذن قيمة الثقل الظاهري نحسبها انطلاقا من العلاقة إف أ تساوي بي ناقص بي أ بي. ننتقل إلى الفرع الموالي. إذا المطلوب في هذا السؤال تفسير سبب غوص الجسم S. إذا لماذا الجسم S يغوص؟ إذا طلب منا في التفسير تفسيره بطريقتين، إذا باستعمال دافعة أرخميدس أو باستعمال الكتلة الحجمية. إذا نبدأ بالتفسير بالطريقة الأولى. إذا للتفسير بالطريقة الأولى ينبغي المقارنة بين P و F، يعني المقارنة بين قيمة الثقل وقيمة دافعة أرخميدس. إذا الثقل حسب سابقا ووجدناه 0.81 نيوتن، وإف أ كذلك حسب سابقا ووجدناه 0.3 نيوتن. إذا بالمقارنة بين البي وإف أ، يعني بين الثقل ودافعة أرخميدس، إذا نلاحظ أن بي أكبر من إف أ. إذا يمكن تفسير سبب غوص الجسم S بأن ثقل الجسم S أكبر من دافعة أرخميدس. إذا هذا هو التفسير باستعمال دافعة أرخميدس. ننتقل إلى التفسير بالطريقة الثانية باستعمال الكتلة الحجمية. إذا هنا كذلك الطريقة الثانية نقارن الكتلة الحجمية للجسم بالكتلة الحجمية للسائل. إذا في الطريقة الأولى للتوضيح أكثر، الطريقة الأولى قارنا بين الثقل ودافعة أرخميدس. في الطريقة الثانية نقارن بين الكتلة الحجمية للجسم والكتلة الحجمية للسائل. إذا الكتلة الحجمية للسائل معطات اللي هي 1000، باعتبار أن السائل هو الماء يساوي 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، لكن في المعطيات عدم وجود الكتلة الحجمية للجسم. إذا ينبغي حساب الكتلة الحجمية للجسم ثم نقارن بين قيمتين. إذا الكتلة الحجمية للجسم تعطى بالعلاقة رو اس تساوي ام على في. رو اس يقصد بها الكتلة الحجمية للجسم، يعني رو سوليد. ام تمثل كتلة الجسم، و V تمثل حجم الجسم. إذا انطلاقا من المعطيات، آم الجسم أعطيت سابقا اللي هي 81 غرام، و V هي 30 سنتيمتر مكعب. إذا بتطبيق مباشر نتحصل على الكتلة الحجمية للجسم، إذا ونجدها 2.7. إذا هنا في البسط عن الوحدة غرام كتبت غرام، هنا خط الكسر حطينا خط الكسر، في المقام عندنا سنتيمتر مكعب. كان يمكن حساب كذلك الكتلة الحجمية بالوحدة الدولية اللي هي كيلوغرام على المتر المكعب، ولكن للتسهيل على التلاميذ باعتبار أنه الماء أعطيت في الجدول بالغرام على السنتيمتر المكعب، فالمقارنة تتم مباشرة باعتبار الوحدات متشابهة. إذا نلاحظ هنا أن الكتلة الحجمية للجسم هي 2.7 غرام على السنتيمتر المكعب، بينما رو الماء هي 1 غرام على السنتيمتر المكعب. إذا نلاحظ هنا أن رو الجسم أكبر من رو الماء. إذا نفسر سبب غوص الجسم S بأن الكتلة الحجمية للجسم الصلب أكبر من الكتلة الحجمية للسائل. الآن ننتقل إلى الفرع الخامس.
إذا المطلوب في الفرع الخامس يعني الإشكالية المعطاة في التمرين هي الوصول إلى طبيعة معدن الجسم. إذا وجدنا سابقا الكتلة الحجمية للجسم روت الجسم أو روسوليد تساوي 2.7 غرام على السنتيمتر مكعب. إذا بالمقارنة مع معطيات الجدول، إذا الجدول المعطى في التمرين، إذا هنا نلاحظ أن القيمة 2.7 غرام على السنتيمتر مكعب منطبقة مع معطيات الكتلة الحجمية للألمنيوم، وبالتالي ووفقا للجدول إذا فإن معدن الجسم أو الكتلة الحجمية للجسم توافق الكتلة الحجمية للألمنيوم. إذا معدن الجسم S هو الألمنيوم. وشكرا أعزائي التلاميذ، تمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.